السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية كبيرة لكل الشباب في الوطن العربي. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هوريكم إزاي نعمل جيل بريك لكل أجهزة الآيفون والآيباد اللي عليها الإصدار 12.4. ده آيفون 6، الجيل بريك بيدعم كل الآيفونات لحد آيفون 10. الجيل بريك سهل جدا، إن إحنا بندخل على سفاري مش هنحتاج كمبيوتر، هتلاقي اللينك ده موجود عندك تحت في الديسكريبشن، اضغط على انستول ناو، اضغط allow، بروفايل داونلودد، قول له كلوز. بعد كده بتروح على الاعدادات، بتنزل على بروفايل تويك بوكس، وبعد كده بتضغط انستول. بعد كده بيطلب منك انك تدخل الباسورد بتاعت الموبايل، بيقول لك تحت هنا انستول، اضغط انستول. بعد كده تضغط دن، وتروح على الشاشة هنا هتلاقي تطبيق التويك بوكس اتسطب هنا، تضغط عليه. في تطبيق التويك بوكس بيظهر لك بعض الإعلانات، قول له اي اكسبت الأول. بعد كده بتضغط على ابس اللي هي في النص. بعد ما تضغط على ابس تحت حاجة اسمها تويك بوكس ابس، تضغط عليها، تنك تفر تحت لحد ما تلاقي انكفر جيل بريك، او انك ممكن تكتب في السيرش نهوت انكفر يو ان، تضغط عليه uncover jailbreak، اضغط install. ده الاصدار 3 و5، اضغط install. ضغطنا على install بيعمل تسطيب، انتظر. طبعا ديت مفاجأة كويسة جدا، لانه الجيل بريك في الوقت الحالي بقى صعب جدا. يا ريت تلحق تسطب الجيل بريك قبل ما ابل تعمل تحديث السوفت وير. المتوقع ان شاء الله الشهر الجاي ان اي او اس 13 هيظهر. بعد ما تم التسطيب بتظهر ايقونة انكفر على الشاشة، بيقول لك ان هو انترست ديفلوبر، لازم تعمل له موافقة. من هنا تخش على الاعدادات، وتخش على جنرال، وتنزل تحت على بروفايلز وديفايس مانجمنت، وتخش على التطبيق دهوت، وتقول له تراست، قول له تراست كام مرة. بعد كده بتنزل تاني لانكفر، تضغط عليه، بيظهر لك ايقونة جيل بريك. الصح انك قبل ما تضغط على جيل بريك شغل وضع الطيران، وعندك هنا 0 إلى 31 هيبدأ يعد من 0 إلى 31. اضغط على جيل بريك، بيقول لك جيل بريكنج او يتم عمل الجيل بريك، لازم تنتظر. جهاز عمل ريستارت، عمل اعادة تشغيل. طبعا ده ممكن يحصل معاك كذا مرة وتضطر تبدأ عملية الجيل بريك من جديد. نروح تاني على الأيقونة بتاعت uncover، وبعد كده بنضغط على جيل بريك، وبعد كده بيبدأ من تاني. لازم يعد لحد 31 لتقدم الجيل بريك، زي ما انت شايف 2 10. بيقول لك السيستم سناب شوت has been successfully renamed، قول له اوكي. بعد كده عمل ريستارت، الجهاز عمل اعادة تشغيل. بعد كده بنعمل ضغط على ايقونة انكفر كام مرة، وبنبدأ العملية من تاني، اضغط على جيل بريك. الموضوع ممكن يتكرر معاك كذا مرة. 18 من 31، 22، والمفروض ان احنا نلاقي في الاخر ايقونة السيديا اخيرا على اي او اس 12.4. ان شاء الله في فيديو نازل قريب هيوضح لك ازاي تستفيد اقصى استفاده من الجيل بريك، وانك تقدر تسطب الادوات والسمات، البرامج المتهكره وتهكير الالعاب والسناب شات والفيسبوك، وده كله تقدر تعمله قريب ان شاء الله. علشان كده اعملوا سبسكرايب. وهنا اخيرا بيقول لك جيل بريك كومبليتد، او تم عمل الجيل بريك بنجاح زي ما انت شايف هنا. اضغط على اوكي تحت، نقلب بنلاقي ايقونة السيديا، الف مبروك. تضغط على ايقونة السيديا، ده السيديا طبعا السورسز بتاعتها موجودة كلها، ده التوقيع بتاع السيديا تحت، ايفون 7.2 اي او اس 12.4. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. اذا عندكم استفسارات سيبوها في التعليقات، اعملوا سبسكرايب، وما تنسوش اللايك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.